أما في زماننا الذي نعيش فيه فالمشتكى إلى الله، الجو ملبد بغيوم الضلال، بل والله الزندقة. أين اليوم من يقول مثل هذا السؤال؟ غايته أن يسأل عن الكيفية. والله لكانت حالنا حالا طيب. اليوم في الصباح نسمع زندقة، في المساء نسمع زندقة، نسمع السب الصريح لشريعة الله عز وجل. فربما تعلق هذا بالذات العلية لله سبحانه وتعالى، وتعلق بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أو بسنته. جرأة، وأي جرأة على أحكام الشريعة، على آيات الكتاب، على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث ولا حرج، حدث عن مقاطع، حدث عن تغريدات، حدث عن مقالات، حدث عن حلقات، أشياء وأشياء تشتكى إلى الله، تنشر في الشبكة أو تعرض في الفضائيات. في كل يوم يسمع ويرى من هذا الغثاء شيء كثير، حتى إن الأحاسيس قد تبلدت إلا من قلة ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للحفاظ على جذوة الغيرة على محارم الله متقدة في النفس. وإلا فما أكثر من يسمع الطعونات والأقوال الرديئة والضالة والمبتدعة، بل والزندقة الصريحة، والله كأنه لا يسمع شيئا، ربما تناولها بشيء من الابتسامة والضحك، انظر كيف يقول هذا كذا وكذا. وهذه عند السلف كان لها ميزان آخر. تأمل في آثار السلف، تأمل في مواضع غضبهم، تأمل فقط، أنا أوصيك تأمل في سنة للخلال ولا مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، تأمل الآثار الكثيرة، وأقول الكثيرة، التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله من غضبه، من مقالات رديئة سمع بها، أو أن مبتدعا يقول كذا وكذا، يقول الراوي وغضب، فغضب غضبا شديدا. هكذا مقتضى الإيمان، إذا قوي في النفوس. ولذا يا إخوة الوصية أن هذه المقاطع التي تنتشر وفيها ما فيها من ضلال وغي، بل وربما كفر، لا ينبغي أن ترخي لها سمعك، بل احرص دائما على أن تكون بعيدا عن سماعها. اللهم إلا من كان عنده قدرة على رد هذا الكلام، يسمع فيرد وينتصر للحق، هذا جزاه الله خيرا. أما أن نتداول فيما بيننا عن طريق الواتس ولا عن طريق وسائل التواصل، انظروا فلان ماذا يقول، انظر، وما الفائدة من أن تعلمني ماذا يقول فلان الزنديق وفلان الضار، ما الفائدة؟ فمع مرور الوقت تكرر هذا الأمر سوف تتبلد عندنا الأحاسيس، ويضعف عندنا الإنكار، وهذه مشكلة كبيرة. فإنكار القلب أدنى درجات الإيمان، وليس بعد ذلك قدر من الإيمان واجب. أدنى درجات الإيمان الواجب هنا هو أن تنكر بقلبك، لكن مع تكرر سماع هذا ومشاهدته
إني أخشى أن يضعف حتى إنكار قلبي في النفوس. اللهم استعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.